نأخذ بياض بيضة. هنا نحتاج لبياض نصف حبة بيض فقط تكون كافية. وإذا ضاعفتي المقادير يمكن استعمال هذه الوصفة كذلك لشد الصدر، يمكن استعمالها. لهذا يمكنك عمل بياض بيضة كاملة. بياض البيض طبعا هو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين A، يساعد على شد البشرة، كذلك يتميز بكونه مقشر للبشرة. وكذلك بياض البيض ممتاز للقضاء على حب الشباب وآثار حب الشباب، وهو فعال لعلاج الانتفاخات تحت العينين. لهذا يمكن عمل هذه الوصفة تحت العينين، ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد الموجودة حول العيون وعلى الجبين.